الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 112، مصطلح اقتصادي إداري من لسان العربي الاقتصادي. عنوان المصطلح: ترحيب ذهبي، جولدن هالو. ترحيب ذهبي، جولدن هالو، في مجال الموارد البشرية (human resources) وحوافز العاملين في منشأة ما، هو مبلغ كبير من المال يعرض على شخص متميز بقدراته من أجل تحفيزه للعمل لدى المنشأة المعطية المبلغ.